هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة ورطب على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك والأستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلاً بكيفا. اهلا بحضرتك. يمكن من الملاحظ ان لسه في وجود للرطوبه او احساس بالرطوبه، وده بيزود من احساسنا بالحر او بتحس ان درجه الحراره اعلى درجتين ثلاثه. طمنينا اخبار الجو ايه النهارده؟ هو طبعا بالفعل يمكن في ارتفاع في نسب الرطوبه مع كمان استمرار ارتفاع قيد درجات الحراره اليوم، وحتى ال 72 ساعه اللي جايه هيكون في درجات الحراره، لان احنا طبعا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط فتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فبالتالي ده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه في الجو. كمان بنتاثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فده بيزود احتياج في ارتفاع قيم درجات الحراره بشكل كبير. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 37 درجه مئويه، لكن طبعا محسوس المواطن هيحسها ما بين 39 لل 40 درجه مئويه. وجود نسب رطوبه بالفعل في الجو بتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من القيم المقاسه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، احيانا في الاماكن الساحليه ممكن توصل لاربع درجات، لأن الأماكن الساحلية بتكون هي الأعلى في نسب الرطوبة اللي بتتجاوز أحيانا ال 85 و90% في سواحلنا الشمالية. وكل ما تقدمت للمحافظات الداخلية نسب الرطوبة بتقل بشكل تدريجي، لكن هي في أغلب المحافظات الشمالية نسب الرطوبة مرتفعة، وده كمان اللي بيزود بالفعل إحساسي بارتفاع قيم درجات الحرارة. أجواء اليوم هي أجواء شديدة الحرارة راكبة بالفعل في المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، المناطق كمان الجنوبية الموجودة في جنوب الصعيد، فيما عدا الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لأن العظمى فترة النهار في الأماكن الساحلية ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، محسوسة توصل ل 36 درجة مئوية، فبالتالي أجواء حر رطبة فترة النهار. هنيجي كمان على فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، هو طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن احنا فترات الليل هيكون في اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير في معظم المحافظات. هدوء سرعات الرياح او اعتدال سرعات الرياح يخلينا نحس بنسب الرطوبه الموجوده فترات الليل، ويخلينا نحس ان قيم درجات الحراره مرتفعه، خاصه ان عظمه الرطوبه بتكون فتره الليل، يعني قيم درجات الرطوبه المرتفعه بتبقى فتره الليل. وفتره الليل ايضا هي اجواءها مائله للحراره الرطبه، وده في معظم المحافظات باستثناء بعض الاماكن من سواحلنا الشماليه. الارتفاع ده هيكمل معانا لحد يوم بصوره ملحوظه، يمكن كمان ذروه الارتفاعات هتكون غدا الخميس ان شاء الله، والعظمى على القاهره الكبرى من 38 الى 39 درجه مئويه، محسوسه طبعا تتجاوز ال 40 درجه مئويه. بس احنا بناكد على كل الساده المواطنين فتره الصيف، يعني في ارتفاع في قيم درجات الحراره وكمان ارتفاع نسب الرطوبه، غير كمان ان احنا خلال هذه الايام قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه. فمهم جدا بناكد على كل الساده المواطنين لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات صغيره من 12 الظهر ل 4 5 العصر، لان الفتره دي شده اشعه الشمس تكون عاليه بشكل كبير وبتسبب قيمه درجه الحراره العظمى. فانا لو مضطر ابقى موجود في الشارع في الفتره دي لازم يكون معايا غطاء لراسي يحميني من اشعه الشمس عشان ما احسش بمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره. طبعا انا اتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات طويله وعدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم اغير درجه حراره جسمي باستمرار. مهم كمان ان احنا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، واهمهم طبعا الميه. انا حتى لو مش عطشان هشرب ميه. مهم كمان الملابس تكون القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون. مهم كمان ان احنا نتواجد في اماكن جيده للتهويه، ده ممكن يساعدني ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل. وننوي كمان ان اعتدال سرعات الرياح ده هيكون على البحرين الاحمر والمتوسط، لان احنا الفتره اللي فاتت كان في ارتفاع امواج على البحر المتوسط، الحمد لله اصبح معتدل ارتفاع امواج في البحرين ده يتجاوز 2 متر،
مؤهلين لتغطية أعمال السرير والملاحة البحرية وأعمال التنزه، نقدر نستمتع بالأجواء في فصل الصيف، لكن ناخد احتياطاتنا بقدر الإمكان، وزي ما أكدنا أهمها إن فترة الظهيرة بقدر الإمكان ما نتعرضش لأشعة الشمس بشكل مباشر. صحيح، نصائح مهمة جدا. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة متوقع فيها العظمى تكون 37 والصغرى 26، والعاصمة الإدارية 37 25، الإسكندرية 33 23، والعلمين الجديدة 32 22، مطروح 32 23، ودمياط 32 24، بورسعيد 34 24، والإسماعيلية 38 24. السويس متوقع العظمى فيها تكون 37 والصغرى 24، والعريش 35 23. أما في كاترين متوقع العظمى تكون 33 والصغرى 16، طابة 36 26، حلايب 36 29، وشلاتين 39 28، شرم الشيخ 39 30، والغردقة 40 30، الفيوم 37 24، وبني سويف 38 24، الوادي الجديد 41 25، وأسيوط 40 25، سوهاج 41 26، وقنا 42 29، الأقصر 42 29، وأسوان 43 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وبسنت ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هالة. شكرا بسنت. شكرا.